للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. يعني قناص متحصن بإحدى البنايات يقتل 5 من المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد، قتلته قوات الشرطة وسلمت جثته لعناصر مجهولة قامت بالتمثيل بهذه الجثة. هذه الرواية اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وشهود عيان أيضا قاموا بالحديث عنها، بما تفسر هذه الرواية وماذا أريد من خلال هذه الحادثة ومن يقف وراءها؟ يعني البحث عن المستفيد موضوع ليس صعبا، يعني صار لهم أكثر من 70 يوم في مظاهرات سنية حضارية، يعني لم يقذفوا حتى بطل بيبسي ولا بطل بيبسي فارغ على قوات الأمن، لم يشتبكوا مع أحد، كل الوقت يتلقون ضربات من جهات متعدده، كانت حكوميه او طرف ثالث او طرف ثاني او اطراف عديده، يعني تمارس عمليه الترهيب والقصف والقتل في الساحات. وبالتالي اذا اجت حادثه في سياق، بالبدايه كان الحديث عن المتظاهرين انهم قتلوا شخصا وعلقوه، واضح ان العمليه مدركه، وان القوى الامنيه من الفيديوهات التي نشرت هي التي مارست عمليه القتل، وهي اللي سلمت للمتظاهرين في اما في خديعه واما عذر اخرين مدسوسين. يعني القوى المندسه داخل التظاهرات هي في الاغلب جهات متعدده في مجملها تعود الى السلطه. طيب. اي كان شكل هذه السلطه، وان كان اليوم في بغداد العديد من السلطات. وزارة الداخلية في الحكومة الحالية قالت إن الأيام المقبلة ستشهد دورا أكبر للقوات الأمنية في محيط ساحة التظاهرات. نعم تسمعني أستاذ حسين؟ لا أسمع. وزارة الداخلية قالت الأيام المقبلة سوف تشهد دور أكبر للقوات الأمنية. بعض المحللين يرى أن هناك عمليات اعتقالات ستتم ضد المتظاهرين باتخاذ هذه الرواية حجة، إلى أي مدى ترى صحة ذلك؟ يعني هم قبل يومين أطلقوا سراح 2600 معتقل، ولا أحد يعني لديه معلومات عن العدد الكلي للمعتقلين، آلاف المعتقلين في كل المدن العراقية، ولا أحد يعرف الأرقام الحقيقية، حتى داخل الدولة لا تستطيع أن تعرف الأرقام الحقيقية، لأن ليس هناك جهة واحدة مسؤولة عن هذا الموضوع. وزارة الداخلية آخر من يعلم، ألا تذكر وزارة الداخلية كيف خطف اللواء المسؤول، اللواء في وزارة الداخلية تم اختطافه ولم يفاجع عنه إلا بعد أسبوع. يعني الوضع السلطة لن تسلم الأوراق بسهولة، ستحاول وستستمر في المحاولة. كيف يعقل أن السلطة بطشاً؟ نعم. كيف يعقل أستاذ يعني حسين أن تقوم القوات الأمنية بالتخلي عن مسؤوليتها القانونية وتسليم جثة هذا الشخص الذي قتل إلى من تصف أنهم متظاهرين، في حين أن المتظاهرين يعني يقولون أن هؤلاء الأشخاص هم أشخاص مجهولين ولا ينتمون إلى المتظاهرين؟ يعني هل أن الأمر مدبر ومخطط له من أجل الالتفاف حول التظاهرات السلمية ووصفها بأنها تظاهرات ليست سلمية؟ يعني واضح، يعني لا تحتاج إلى ذكاء شديد المسألة، هي واضح أنها مكيدة لغرض تشويه التظاهرات، وباتت مكتوفة كل المكائد، لم يعد أحد يقتنع بأي مكيدة ترسم، بس هؤلاء الطغاة بطلوا يشوفوا ولن يستطيع، يعني رب العالمين يقول دعهم في طغيانهم يعمهون، هذا وصف القرآن للطغاة. فالطغاة بالمجمل العام في كل تجارب الشعوب هذا ديدنهم، بس إصرار المتظاهرين خلال 60-70 يوم على التواصل السلمي للتظاهرات وسكب الدماء غزيرة دون أن يمارسوا أي عنف، واضح أن الناس مصرة على اختلاع نعم. سيد حسين، مرجعية النجف قالت في خطبة الجمعة اليوم يعني بعد حادثة الوثبة التي حصلت بالأمس لابد من حصر السلاح بيد الدولة، ولكن الأمر اللافت أن المتظاهرين أساسا من ضمن مطالباتهم هو حصر السلاح بيد الدولة، إسقاط الميليشيات، إسقاط النظام الفاسد.
يعني لماذا الآن المرجعية تتحدث أو المتحدث باسم المرجعية تحدث بضرورة حصر السلاح بيد الدولة؟ لماذا الآن؟ يعني هم ليسوا جميعا سواء. أنت تعرف المرجعيات أيضا ليست موحدة في وجهات نظرها. هناك العديد من الجهات تصرح باسم المرجعيات وتجد تصريحات متناقضة في هذا الموضوع. أما لماذا الآن ولماذا هذا التصريح من المرجعية؟ أنا أعتقد أن المرجعية أدركت وبدأت تدرك أن هذا النظام السياسي لا مستقبل له، وبالتالي هي خلال 16 سنة تتعاون مع هذا النظام السياسي أو تغطي لهذا النظام السياسي. هي الآن تريد أن تقفز من المركب الغرقان، ولم يكن هذا موقف الجهة المرجعيات قبل أسبوع وقبل أسبوعين وقبل 3 كان مبهما. اليوم يبدو أدركت أن النظام السياسي زائل وذاهب بلا رجعة، فبدت يعني تقف باتجاه الشخص الراجح. شكرا لك، شكرا جزيلا الباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.